منهما سيدخل البيت الأبيض. في حوار على شبكة NBC، ما يزال ترامب يؤكد سلامة جسده من فيروس كورونا ويلقي باللائمة على منافسه جو بايدن من أنه لم يعطي جوابا شافيا حول ما إذا كان قد أجرى فحصا لكورونا قبل إجراء المناظرة كما هو مطلوب منه. يريد ترامب أيضا إثبات سلامة صدره من العنصرية، يؤكد أنه لا يدعم تفوق العرق الأبيض. أنا أجب تفوق العرق الأبيض منذ سنوات، لكنك دائما تبدأين بهذا السؤال، لماذا لا تسألين بايدن ما إذا كان يجب أنتيفا؟ أنا أجب تفوق العرق الأبيض، وبصراحة أكبر أنا أجب أنتيفا وأولئك اليساريين الذين يحرقون مدننا ويدعمهم الديمقراطيون. على شبكة ABC يتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئيس ترامب بالتخاذل إزاء فيروس كورونا، فهو لا يفعل شيئا لمكافحته حتى بعدما أصابته تيجانه. يبدو مطمئنا بايدن عكس ترامب الذي أصابه الهلع على حد وصفه. حملته الانتخابية أكدت أن نتيجة الفحص الذي أجريت له كانت سالبة، وسلبية نظرته للسياسة الخارجية لبلاده. لا توجد خطة مترابطة لسياستنا الخارجية. كنا قادة للعالم ليس فقط من خلال استخدام قوتنا، وإنما المثل الذي نضربه للعالم. انظر الآن كيف بدأ شرخ في حلف شمال الأطلسي، انظر إلى انتشار الأنظمة الشمولية، وهذا الرئيس يحتضن كل الأنظمة الدكتاتورية في العالم ويرسل رسائل حب لرئيس كوريا الشمالية، ولم يتعامل بحزم مع بوتين. قد يلتقي الرجلان في آخر مناظرة لهما الخميس المقبل. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم بايدن بنحو 10 نقاط على منافسه ترامب، وأمام الرجلين نزال حاسم ومن ورائهما العالم كله. فتحت مراكز انتخابات الرئاسة مبكرا، مئات الناخبين أدلوا بأصواتهم هنا، آخرون ينتظرون دورهم وغيرهم لم يصل بعد. أبناء الولاية المتطوعة ولاية تينيسي أخذوا احتياطاتهم كما يقولون، لم تفنهم جائحة كورونا رغم عودة مؤشر ارتفاع الإصابات. تحصنوا بكماماتهم وحافظوا على مسافات آمنة، وإن لم تكن كذلك في بعض الأحيان. بعض الناخبين اعتادوا التصويت المبكر كما عبر البريد، غير قلقين من احتمال التزوير. لقد قمت بالتصويت المبكر مرات عدة وصوت مرة عبر البريد أيضا، مسألة التزوير لا تقلقني. أما بعضهم الآخر فلا يصدقون أي شيء يقوله ترامب. لا أصدق أي شيء يقوله ترامب حول التزوير في التصويت والبريد غير الصالح. أي شيء يقوله لا أصدقه. الانتخابات الأهم في التاريخ الأمريكي، فالديمقراطية بنظر جيري رهان كبير. أصوت منذ 50 عاما، وهذه بالتأكيد أهم انتخابات أمريكية وأنا جزء منها. نعم، لأنني أعتقد أن الديمقراطية رهان. تتنوع الآراء وتختلف توجهات الناخبين باختلاف انتماءاتهم، ويبقى 3 نوفمبر موعدا لمعرفة نتيجة أصوات هؤلاء. ينقسم الشارع في ولاية تينيسي بين جمهوري وديمقراطي في انتخابات الرئاسة الحالية، لكن الغلبة تاريخيا كانت للجمهوريين كما هي استطلاعات الرأي الآن لصالح ترامب على حساب بايدن، مع وجود استثناءات سجلت للديمقراطيين في 4 انتخابات رئاسية سابقة. وسام زين الدين، العربي، ولاية تينيسي. إذن تابعنا هذا التقرير من ولاية تينيسي مع وسام زين الدين الذي استعرض فيه مزاج الناخبين في هذه الولاية هذا العام المعروفة تاريخيا بالتصويت جمهوريا لا سيما في الانتخابات الرئاسية. ونبقى مع وسام من تينيسي لنرى مسار عملية التصويت المبكر اليوم، خصوصا أن هناك ارتفاعا كما تشير يعني التقارير بالإصابات بفيروس كورونا. وسام، كيف هو الإقبال اليوم على هذا التصويت رغم هذه التقارير التي تشير إلى أن الإصابات ترتفع؟ هل هذا يثني بعض الناخبين عن الذهاب شخصيا إلى مراكز الاقتراع أم ماذا؟
نجلاء، لا يبدو أن ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في ولاية تينيسي قد أثنى أو حتى يثني الناخبين عن الأدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخابات المبكرة التي فتحت أبوابها قبل 3 أيام من اليوم. تحدثت قبل قليل مع مدير أحد مراكز اللجان الانتخابية في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي، قال لي إنه على ما يبدو أن الناخبين قد حسموا بالفعل أمرهم من ناحية اختيار مرشحهم، وهذا ما دل عليه أو دلت عليه الأرقام الأولية التي كما قال لي حطمت أرقاما قياسية في اليوم الأول من الانتخابات. كان هناك أكثر من 27 ألف ناخب قد أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول فقط من هذه الانتخابات. أيضا أضاف لي أن هناك 1 مليون ناخب في الولاية قد سجل هذا العام، إضافة للناخبين الذين أدوا بأصواتهم في عام 2016. مجموع أصوات الناخبين من المفترض أن يكون في هذه الولاية بحدود 4,400,000 صوت. طبعا في المحصلة هناك هذه الأصوات ستجتمع في 11 مقعدا أو صوتا، هو عدد الأصوات أو المقاعد في المجمع الانتخابي بالولاية. كما تفضلت نجلاء قبل قليل، هناك ارتفاع في مؤشر إصابات كورونا، لكن الناخبين ما زالوا يتوافدون إلى مراكز الاقتراع. فيما يتعلق بمؤشر ارتفاع كورونا، المشافي في الولاية دقت ناقوس الخطر صراحة منذ أول أمس، وقالت إن مؤشر الإصابات بدأ يرتفع. أيضا هناك وفيات سجلت تحديدا في الجزء الشرقي من ولاية تينيسي. أيضا من ناحية الإحصاءات، آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الرئيس ترامب على حساب المرشح الديمقراطي جو بايدن بنحو 13 نقطة تحديدا. أيضا هناك توقعات بأن يقوم ناخبو ولاية تينيسي بالإدلاء بأصواتهم بنسبة 80% من هؤلاء سيدلون بأصواتهم، كما تشير التوقعات في آخر يوم من الانتخابات المبكرة وهو 29 من هذا الشهر قبيل الانتخابات طبعا المفترضة في 3 نوفمبر. نعم نجلاء. نعم وسام، أتحول إلى ريما أبو حمدي مراسلتنا في ليتل روك في ولاية أركانسا. ريما، هل أيضا الإقبال هو بالكثافة التي تحدث عنها وسام في ليتل روك، خصوصا وهي معروفة أنها ولاية جمهورية، وترامب يعني أثار كثيرا شكوكه حول عملية التصويت عبر البريد ويفضل أن يكون التصويت بشكل شخصي؟ وكل ما يقوله ترامب بالنسبة لسكان أركنسو هو شيء واقعي وحقيقي، وبالتالي يستمعون إلى ما يقوله الرئيس الأمريكي بحذافيره. هذه ولاية جمهورية بشكل كبير، استطلاعات الرأي تعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 20 نقطة في بعض استطلاعات الرأي، أقلها نحو 17 نقطة لصالح ترامب على حساب خصمه الديمقراطي جو بايدن. كل أعضاء الكونغرس الأمريكي من المجلسين النواب والشيوخ من الجمهوريين بهذه الولاية، وبالتالي الديمقراطيون حتى يعني كما يقول البعض لم يتعبوا أنفسهم كثيرا بهذه الولاية، لأنهم يعرفون النتيجة مسبقا. من عام 1980 حتى 2016 هذه الجمهورية أو هذه الولاية صوتت 8 مرات لصالح المرشح الجمهوري، مرتين فقط لصالح مرشح ديمقراطي هو بيل كلينتون، فقط لأن بيل كلينتون هو من ولاية أركنسو، وبالتالي جاء التصويت بناء على يعني جغرافية على المناطقية وليس على بناء على الحزب. ولكن بكل الأحوال يدرك الديمقراطيون ويعرف الجمهوريون أن هذه الولاية ستذهب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك الكثير من الحماس لانتخاب ترامب. عندما أتينا إلى هذه الولاية يمكن أن نقول أن المناطق الريفية التي مررنا عبرها كلها كانت تحمل لافتات تؤيد ترامب وبشكل كبير. نجلة، شكرا لك ريما أبو حمدي مراسلتنا من ليتل روك ومن ناشفيل. شكرا لك وسام زين الدين.